فترة من ال 94 95 بلشنا نشتغل فيها بعد ما استثمرنا الأرض، يعني استصلحناها وزرعناها، صرنا أن نعمل بيت. يعني خطر لي فكرة الأبيبي، صرت أشتغل فيه. كل ما أجي مثلا من سفري أجي أشتغل شوي أشتغل. أنا محمد عمر قزقاز، مدينة الباب، بدأت في بناء القبب عندي في المزرعة مرحلة مرحلة. يعني يحكمني سنة ما أشتغل فيها، يحكمني شهرين، يحكمني ثلاثة، كل ما يصير عندي مجال أشتغل. هي المناشر، كان هون حوالين المناشر، سقط المناشر، هذا الكبوس سقط، أجيبه أعمل فيها البناء يعني هذا. وبالأخير لما صرت في الأبواب الزاوية يعني القبة، صرت أجيب حجر نظامي وأقصه على الصاروخ وأضبطه، شفته كمثلثات داخلات بعضهم. إيه كونت منهم هالأبيب بهالشكل هذا، وسكننا فيها. إجت أيام يعني اضطرينا إلى سكنتها، بينما كنا ساكنين نحن في المدينة جوا. قصف البيت عندنا هونيك في المدينة، اضطرينا نجي لهوني، بركنا سكننا هوني. فكرة أنا يعني ما كان عندي هالفكرة أولي، شغلتي ساق سيارة، ماني معمار أنا. لكن مصلحتنا الأساسية نحن كنا نشتغل بالحجر، ننحت الحجر على الإيد يعني باليدوي، كنا نشتغل يدوي، أبهاتنا وجدودنا كلنا نشتغلوا بالحجر. ميز فيه يعني الجيل هذا اللي هلا نحن فيه، يعني قليل قليل من قليل يعني ما بقدروا يطالعوا إلا عن طريق قوالب، يعملوا قوالب ويشتغلوا فيها. لما تجيب انسان معمار من هلا الجيل هذا ما بقدر بعمره اذا ما كان في قالب له، بينما انا استغليته كله بدون قالب بدون شيء اشتغلته. حطيت نقطه ارتكاز بالوسط عندي وخيط على راس النقطه وامشي عليها، امشي عليها، اعمر حجرات مثلا معينه، اسندهم بالخشب سند لوقت ما ينشفوه اشيلهم احط غيرهم، وعلى هالشكل هذا تكونت وصارت يعني افضل من اللي عم يحطوها على ايش؟ قاعدة يعني ونظامية. بعدين ما في يعني هلا صرت عمري 70 سنة، ايش بدي ارجع اشتغل في هالعمل هذا؟ يعني هو بحط مثلا عندي غنم، بربي غنم، بولده، ببيعن، بشتري غيرهم، بتعرف يعني الواحد بتداول في هالامر.